السلام عليكم أعزائي المتابعين. بتاريخ 31/10 تم الغمر الكامل للقطع العشرة لنفق المغمور في حوض التصنيع. مثل ما جاي تلاحظون كل القطع تم غمرها بمياه البحر في حوض التصنيع. المرحلة المقبلة أن هذا الماء يرتفع إلى مستوى 14.5، بعد ذلك يرتفع إلى 16.7، وبهذا الشكل تتم عمليات الغمر الكاملة لحوض التصنيع.